الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم هذا المقطع: كيف يمكن لنا أن نبني هذه الشجرة التي قمنا ببنائها بالأمس يدويا؟ نبنيها بواسطة الآن برنامج على الشبكة العنكبوتية. بالأمس قمت بتسجيل هذا المقطع، شجرة القرار الجزء الأول Decision Tree Part Number 1، واستخدمنا هذه البيانات في بناء هذه الشجرة البسيطة، واستنتجنا بآخر الحل يعني آخر المقطع بأن أفضل خيار للمستثمر أن يستثمر بالذهب. إذا تذكرون قمنا باستخدام ما يسمى بالقيمة المتوقعة Expected Value حسب الأصول. الآن سأستخدم الشبكة العنكبوتية برنامج ما يسمى Silver Decision، سأبين بعد قليل، في بناء هذه الشجرة بطريقة أدق وأقل جهد وأقل صعوبة. نذهب الآن إلى الجوجل، هاي الآن إشارة الجوجل هنا، نضغط على الجوجل ثم نأتي إلى الجوجل هنا، أضغط هنا وآتي على، يعني طبعا كنت كاتبه مسبقا silverdecisions.pl silverdecision.pl، أضغط عليه تظهر هذه الخيارات، هذه الخيارات اختر أنت منها silver decisions، القرارات الفضية يعني أترجمها باللغة العربية silver decision، لكن اسم تجاري هذا. اضغط باليسار، الآن يأتي عدة خيارات، منها هذا اللي هو run، لكن اختار أنت، عليك أن تختار اللغة التي تريد. مع الأسف الشديد هذا البرنامج لا يدعم اللغة العربية، فنذهب إلى اللغة الإنجليزية هنا ونضغط، نأتي إلى منتصف هذا المربع run، ونضغط بالضغطة اليسرى حتى تخرج هذه الشاشة، أن تظهر هذه الشاشة. هذه الشاشة الآن فيها عدة خيارات، cluster trees manual، شو ما يعني أشياء أخرى لا نحتاج. نحتاج الآن أن نبدأ بداية بسيطة كيف نبني الشجرة التي بيناها قبل قليل، سأعود إليها بعد قليل ونقارن. يعني الآن هذه الفأرة تتحرك هنا، اضغط الآن على الزر الأيمن، تخرج تظهر هذه الخيارات Add Decision Node، Add Chance Node، نختار الآن Add Decision Node، نضغط بالزر الأيسر الآن، الزر الأيسر ظهر هذا المربع الأحمر، هناك علامات تعجب يعني تخبرنا بأن العملية لم تكتمل. فآتي الآن إلى هذا المربع بالمنتصف وأضغط على الزر الأيمن، ضغط الزر الأيمن ظهرت هذه الخيارات، عندي Add Decision Note لأن يعني بديتها فيها أنا، Add Chance Note من النوت، طبعا Chance Note اللي الآن سنبدأ بها، فنضغط الآن الزر الأيسر. الآن هذه أول ما يسمى Chance Note أو وسطة الاحتمال كما سميناها بالأمس. الآن آتي على منتصفها لأنه عندي علامة التعجب بتقول العملية لم تكتمل، فآتي إلى منتصفها وأضغط الزر الأيمن، الزر الأيمن بعطيني عدة خيارات، Add Terminal Node اللي هي العملية الأولى هنا، ثم لأنه عندي خيارين، عندي الذهب احتمال ربح احتمال خسارة، فآتي الآن على المنتصف ثاني مرة و Add Terminal Node، هاي خلصنا منها. ثم الآن آتي على هذا وأقول له Add Chance Node، لاحظوا لي كما فعلت قبل قليل، وآتي هنا Add Terminal Node مرتين، Add Terminal Node أوكي، وآتي إلى المربع اللي هو Decision Node Add Chance Node ثم Terminal Node مرتين، وهكذا الآن شكلا الشجرة اكتملت حسب السؤال الذي بينته بالأمس. هذا هو السؤال، ذهب دولار، يعني الاستثمار بالذهب دولار، أسهم وسندات، وهي احتمال كل واحد منها. فالآن تذكروا ذهب أولا بالأعلى، دولار، أسهم سندات. نذهب ثاني مرة إلى الشجرة هذه وأضغط الآن هنا بالزر أو الكبسة أو الزر الأيسر، تغير لونه إذا لاحظتم. فالآن بدي أسمي وأستطيع الآن أن أستخدم اللغة العربية، فبكتب هنا الذهب، الذهب ليس هناك خيار آخر هنا، وهذا أريد أن أسميه هنا هذا،
ثاني مرة ضغطنا على الشانس نود هاي السهم هذا، فطلع عندي ليبلها بسمي الدولار أنا باللغة العربية. وأخيرا هذا طبعا الزر الأيسر كما ذكرت، آتي إلى هنا وأكتب أسهم وسندات. هاي التسميات الآن تقريبا اكتملت. آتي الآن على هذا وأضغط بالزر على الزر الأيسر، يتغير لونه هنا. وتذكروا أنه هذا توقع عالي، توقع عال للاستثمار بالذهب، للاستثمار بالذهب. وهنا توقع منخفض، توقع منخفض إذا بتتذكروا. أرجع الآن على التوقع العالي هنا، إذا بتتذكروا البي أوف كان 90 والاحتمال 70.7 أضع الآن، عفوا كأنه باللغة العربية آسف جدا، يجب أن أغير هنا بس إلى الإنجليزي حتى لا نربك البرنامج. وهنا الاحتمال 0.7، أوكي. رأسا الآن وضع لي وأنا الآن 90. طبعا إشارة الدولار هنا يعني هو الذي صمم بالبرنامج يبدو أنه دولارات أو، لكن هنا وحدات القياس لا تهمني أنا، فبهمني أنه التوقع العالي أنه 70% 90 وحدة ربح كما ذكرناه هنا. أعود هنا إلى هذا، 90 ربح مقابل 70% وسالب 20 احتمال 30%. فأرجع هنا وهنا الآن أتذكر أنه هنا الآن البي أوف نسيت أحط هذه، أي سالب 20 أوكي، واحتمالها 30% تلقائيا هو بحسبها لكن نضعها هنا نحن، أي سالب 30% أوكي. فعندي الآن اكتملت الصورة، الربح 57 كما ذكرناه، فهو سبحان الله هنا ذكر أنه 57 كما قمنا بحله. نعود الآن باختيار طبعا 60 وسالب 11 للدولار. إذن هنا الآن هذه الليبل الآن وضعناها بالدولار احنا نحن، لكن البي اوف 60 وسالب 11 عفوا 60 اللي الاحتمال 70% اوكي. والمنخفض الآن البي اوف سالب 11 اوكي والاحتمال 0.3 اللي هي 30%. هاي اكتملت الآن فعلا 38.7 الربح. نعود هنا فعلا 38.7. أخيرا سنختار 35.35 اللي هي أسهم وسندات. عندي هنا الآن هذه ما الاحتمال توقع عالي، توقع عالي هنا لم أسميها لأنه مبين يعني السهم الأعلى هو توقع عالي، هذا توقع منخفض، هنا توقع عالي. فأضع البي أوف اللي هو 35 والاحتمال 70% والمنخفض الآن اللي هو البي أوف كما ذكرنا 35 والاحتمال هو 30%. لاحظوا لي الآن الشجرة اكتملت هنا الآن أحبتي، لاحظوا لي 57 الربح كما إذا قارناها يعني الآن هنا 57 وضعناها القرار النهائي، فعلى المستثمر حسب هذه الآلة الحاسبة أن يستثمر بالذهب لأنه أعلى قيمة مضافة هي من بين القيم بقرار الاستثمار. هنا 57 هنا 38.7 هنا 35، فأفضل إشي أن يستثمر بالذهب. ووضعناها طبعا هذا النظام رأتا يضعها حسب الأصول اللي اعتادوا عليها علماء التمويل وما شابه الديسجن تري وما شابه. لاحظوا لي كيف يعني الآن جمال هذه الآلة الحاسبة التي تعطيك الأرقام بدقة، التسميات بدقة، والشكل الجميل الجذاب. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجيا أن أكون قد قدمت الفائدة لكم، وأرجو منكم أن تذهبوا إلى جوجل وتتعودوا على استخدام هذه الآلات والتقنيات المتقدمة علنا نتقدم كأمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.